اسمك اخوك تضرب شو اسمك؟ منين انت في الاصل؟ معمول. بيه احكي لي حنين كيفاش صارت الحكايه؟ يمشي باش يخدم باش يقرا، ما عنديش من يخدم علي، كل عائله عندك باش يقرا، وعندي انا ولدي زوجتين يخدم علي، يخدم باش يعطي. ما درش ولا تفكرنا لا شيخ لا حد شيء، الشيخ كان مسكر علي التليفون ما يزش علي، ما عندنا حد شيء. نجري في الجبل حثيانه وعريانه، نجري لوجو باش يقرا، هذا الكل باش يقرا. نجري قال باش تشري دبشيط وباش نلقي باش نقرا، هذا علاش مشى. كيفاش صار الحد؟ يا خويا تكمل، ثم جربية صغيرة طبس عليها، ثم كل ليلة طبس تمشي شوية وكنت جبته بالمنش. يا خويا يا خويا أنا الحرام. شنو هو الحالة نتاعو؟ كيفاش الأضرار نتاعو كيفاش؟ خلات ليه نلقيتو من ناحية وعيني مشي محلولة شوية، كيف قال لي حنان راني ضحي عحي عحالك انت وعحالي ليا، كي نموت هزيني ما تخلينيش نطيش هنا، خليني راني مش نموت بك نموت هزيني. ودي بشيعتي قال لي يعطيه من مؤيد يلبس مؤيد، قال لي انت تخدمي عليا وانت تجري عليا، دي بشيعتي يعطيه من مؤيد يلبس مؤيد مفتش عليه فرينا راني موت. يا اخواتي الله يصدرك، مورد رزقهم الوحيد يظهر لي يا جبل. مورد رزقهم الوحيد كان الجبل، ما عنده حتى خدمة في الجبل. يا خويا لا قارية لا نعرف حتى شيء، لقته كان من الجبل. يا خويا يا خويا. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.